شلم هدى من طارق سعيد ساري الحميد الجابري إلى الأستاذ محسن مرزوق راعي الوقفات الجزلة مع بني عمه وربعه قصائد شعرية حسب الطلب يا هجوسي هاتي يا بيات المدايح الجزيلة في مدح شيخ عريب الجد مدها للرجال في محسن بن مرزق قافية لمدح شيلة الكريم الوافي اللي ما يوافيها المقالي الكريم الوافي اللي ما يوافيها المقالي يا هجوسي هاتي يا بيات المدايح الجزيلة في مدح شيخ الجد مدها للرجال المحسن بن مرزوق قافية لمدح شيلة الكريم الوافي اللي ما يوفيها المقالي يا سلام الله على ابن مرزوق اللي فعله نادرة وبسار كل افعال جزالي الجواد اللي كفوفك انها وذل المخيلة عزوة المحتاج دايم ما تغيرها الليالي الجواد اللي كفوفك انها وذل المخيلة عزوة المحتاج دايم ما تغيرها الليالي يا محسن النادر اللي بنتهون المستحيلة راعي الفزعات في صعب المواقف ما تبالي فخر يا طير حوران اسمك الشامخ يشيله اشهد ان من تحزم تحقق له البخاري الفخر يا طير حوران اسمك الشامخ يشيله اشهد ان من تحزم تحقق له المحالي والترمز الطيب والنماس وخصالك نبيله يا وريد ابوك بفعله وفي جدل الخصالي هذا محسن اللي ما يدور له الهزيله ما يجيب كفوفك انها وذل المخيلة عزوة المحتاج دايم ما تغيرها الله الله الجواد اللي كفوفك انها وذل المخيلة عزوة المحتاج دايم ما تغيرها الليالي يا محسن النادر اللي بنتهون المستحيلة راعي الفزعات في صعب المواقف ما تبالي راعي الفزعات في صعب المواقف ما تبالي فالفخر يا طير حوران اسمك الشامخ يشيله اشهد ان من تحزم تحقق له المخالي الفخر يا طير حوران اسمك الشامخ يشيله اشهد ان من تحزم تحقق له المحالي وانت رمز الطيب والنماس وخصالك نبيله يا وريد ابوك بفعله وفي جدل الخصالي هذا محسن اللي ما يدور له الهزيله ما يجيب الا السمان وذايع صيته وعالي ما يجيب الا السمان وذايع صيته وعالي اشهد ان ولد عمي ما يشيل الا الثقيله المواقف ما يهاب الموت وفي وقت
جديد الزفاف.